حلقة النهاردة حلقة جديدة، حلقة مختلفة، حلقة مميزة بالنسبة لي. حلقة كان عليها جدال كبير جدا، وسببه إصابة أنا تعرضت ليها، ويمكن بنظهر أهو على الهواء والرجل متجبسة ومكسورة. والسؤال اللي كان الأول، هتعملي إيه؟ في إيه؟ في اللي جاي اللي هو إيه؟ الشغل هتتصرفي فيه إزاي؟ كان أول سؤال. هنطلع حلقة ولا لأ؟ هنستنى لما نخلص موضوع الجبس ولا هنظهر؟ هنشتغل ازاي؟ هنتكلم في ايه؟ هنقول ايه؟ اسئله اسئله اسئله. اسهل قرار ارتاحي ولما تقومي بالسلامه نشتغل. ده كان اول حاجه ممكن نتخيلها. القرار التاني، اما بعد اللي بيحصل هيوقف ايه؟ هيوقف الدنيا ولا الحياه ولا المسؤوليات ولا بكره؟ اللي حصل عباره عن ايه؟ وهيحصل بعديه ايه؟ كلها اسئله ورا بعض خلتني لازم اقول افكر واخد القرار. طيب انا جرالي ايه؟ دي البدايه ولا حاجه خالص، عادي جدا، خبطه بسيطه ابسط ما يكون بكلام الدكاتره، تسببت في تمزق وفي خلل الاصابع وتمزق في الاربطه وجبس 15 يوم. ادي اول المشوار. تاني المشوار ايه؟ بعد كده ايه؟ هنا كان لازم يبقى في وقفه. هتستريح، هتاخد فاصل عشان تقدر تواصل. اما بعد الفاصل كان فاصل تفكير.